أهلا بكم مشاهدينا في حصاد هذا الأسبوع. إذن بعد 7 أيام تزاحمت فيها أحداث عديدة على الصعيد المحلي، زيارة المشير خليفة حفتر للجنوب وعودة الحديث عن مخاطر جديدة تحوم حول إمكانية أن تدخل البلاد مرة أخرى في حالة من التوترات العسكرية، والقمة العربية التي غاب عنها قادة عدة كيف طرحت الملف الليبي. واللافت أيضا خلال هذا الأسبوع هو تفاؤل كبير ألقى به صندوق النقد الدولي فوق هموم الليبيين عندما نشر توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي في البلاد خلال العام المقبل. إذن مشاهدينا، هذه 30 دقيقة من الحصاد نناقش فيها أول مواضيعنا، وهي القمة العربية التي عقدت في الجزائر والتي ناقشت ملفات عربية إضافة إلى الملف الليبي، والذي مر على طاولتها كما مر على طاولات كثيرة بحسب آراء المتابعين للشأن المحلي. إذن لا جديد في الاستراتيجيات المطروحة لإنهاء الصراع السياسي في ليبيا، فالعبارات والعناوين هي نفسها، ولم يختلف أحد في القول عن أن الانتخابات هي الطريق الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية. فإذا ماذا يمكن أن تكون قد تركت هذه القمة من متغيرات في الخارطة الليبية؟ إخراج المرتزقة كان بندا متفق عليه من الجميع تقريبا، لكن التفصيل غاب عن أي مرتزقة بالتحديد يتحدث الإعلان. وفي الجانب الآخر نسأل، كيف ستتصرف أنقرة الآن بعد توافق عربي واضح على التدخلات الخارجية في ليبيا وإنهائها؟ وأما علاقة القاهرة والجزائر وصفو مزاجها، كيف سيتغير إذن؟ هل يمكن أن يتأثر بعد هذه القمة؟ إذن مشاهدينا، تساؤلات كثيرة تركتها هذه القمة التي عقدت في الجزائر، نحاول أن نناقش بعضها مع ضيفي من لبنان علي يحيى، الكاتب ومستشار العلاقات الدولية. سيد علي، أهلا وسهلا بك، أشكرك على قبولك لهذه الدعوة لتكون موجود معنا اليوم في الحصاد. دعني أسألك في البداية، اليوم هل الطرح الذي تم في القمة للملف الليبي يمكن اعتباره موقف عربي موحد فعليا من أزمات ليبيا الداخلية التي تعانيها؟ أول شيء طبعا تحياتي لكم وتحياتي للمشاهدين. يعني طبعا القمة التي طال انتظارها يعني بعد 3 سنوات من غياب الاجتماعات التي كان من المفترض أن تكون سنوية، طبعا نتيجة بعض الخلافات البينية بين بعض القادة العرب طبعا، لكن السبب المعلن كان هو بسبب جائحة الكوفيد 19، لكن السبب غير المعلن هو كما ذكرت الخلافات البينية. ولا شك أن اللحظة الدولية الراهنة والانزياح في الحروب والنزاعات من شمال أفريقيا والشرق الأوسط نحو المحيطين، المحيط الهندي والهادئ ونحو شرق أوروبا، كان يفترض بنا كبلدان عربية وشعوب ناطقة بالعربية أن نستغل اللحظة الدولية الراهنة لمجاراة هذا التحول والتقوية وتعزيز التكامل ما بين بلداننا العربية لمحاولة النهوض بواقع مجتمعاتنا ومجاراة باقي الأمم. طبعا كان في اعتماد وأمل على قمة الجزائر لحتى تبلش تقود هيدا التحول وتتحول من الإنشاء نحو التنفيذ ومحاولة تعديل بعض الآليات. يعني نحن لأنه في عنا اتفاقيات عديدة بين بعض الدول العربية وفي جامعة الدول العربية، وأيضا هناك مؤسسات رديفة اقتصادية وغيرها، لكن في خلل بآليات العمل وببعض الأمور التي يطول شرحها. يعني كان في عدة بنود ناقشتها القمة، طبعا بعض النجاح الجزائري الذي يمكن أن نقول يعني شابوبا. طيب فيما يخص الملف الليبي سيد علي، نعم، يعني في نقول أنه كان في محاولات لتدوير الزوايا والخروج بنتائج يمكن أن تراعي مختلف البلدان. بما يخص الملف الليبي والملف اليمني والملف السوري، كان هناك دعوات إلى الحوار و
إخراج القوات الأجنبية، وكان في قناعة متزايدة لدى كل الدول العربية المشاركة بأنه مرحلة. طيب سيد علي، اسمح لي فقط في هذه النقطة بالتحديد، إخراج المرتزقة، أيضا التوافق على الدستور في ليبيا، هذه نقاط رأيناها تم النقاش عنها وتم تضمينها في الإعلان الدستوري، إذا هذه استراتيجية هي موجودة بالفعل وتم حتى هي تعد حتى مخرجة من مخرجات عدة لقاءات كثيرة سابقة، سواء اجتماعات جنيف، اجتماعات تحت رعاية عربية، تحت رعاية أممية. ولكن برأيك هل هذه المرة القمة التي عقدت في الجزائر لديها استراتيجيات جديدة، آليات معينة جديدة لتنفيذ، أم أن العثرة ستبقى هي نفسها التنفيذ؟ يعني خلينا بالنسبه للملف الليبي، مثل ما حكيت ومثل ما تفضلت انه الملف الليبي اصبح مشتتا وقد عمل على اعاده ضبطه وثرملته ومحاوله ايجاد صيغ توافقيه من جنيف الى باريس الى المغرب وغيرها. لكن لا شك انه المرحله الحاليه في ليبيا يمكن ان نقول انها افضل من المرحله السابقه، الصدام الاهلي قد انخفضت وتيرته، الاشتباكات خفت مع بعض الاختراقات هنا وهناك، لكن انا بتقديري انه دور الجامعه العربيه في ليبيا هو اضعف من دور الامم المتحده في ليبيا واضعف من الدول الاكثر نفوذا وتاثيرا في ليبيا، لانه النفوذ في ليبيا هو نفوذ عاده يكون عسكري سياسي واقتصادي. الجامعه العربيه وجودها بليبيا يعني وجود رمزي اكثر منه وجود فاعل يمكن له ان يؤثر على الفاعلين الميدانيين في ليبيا والضغط عليهم للذهاب نحو حل دائم ومستدام. لكن التعويل طبعا على الليبيين قبل التعويل على المؤسسات والهيئات الدوليه، لانه المشكله بالاساس هي مشكله ليبيه وجاءت العوامل الخارجيه لتفجر التناقضات وتزيد من الشقاق شقاقا في ليبيا. طيب سيد علي، ايضا مساله اخرى في الاعلان او نص الاعلان الذي نشر، عدم ذكر انقره عندما تحدثوا عن وجوب انتهاء التدخلات الخارجيه في ليبيا، برايك كيف يمكن ان نفسر هذا في ظل العلاقات الجزائرية المصرية؟ هل ربما أن يزيد ذلك من توتر هذه العلاقات؟ يعني لا شك أنه كان في محاولة لأبعاد يعني لأبعاد بعض المصطلحات التي يمكن أن تستفز بعض الدول، منها ما يتعلق على سبيل المثال بتدخل تركي أو إيراني في بعض البلدان العربية. يعني كان في اعتراض على أنه يكون في إدخال لمصطلح أو إدانة لمصطلح التدخل الإيراني في لبنان لعدم وجود قوات إيرانية في لبنان، وهذا كان يعني حيكون حيتم الاعتراض عليه من عدة دول كعمان ولبنان والعراق والجزائر وغيرها. أيضا بالنسبة للنفوذ التركي بين هلالين، أيضا كمان حاول المجتمعون أن يراعوا الحساسيات وأن يكون البيان أن يحظى البيان بالإجماع. يعني بالنهاية القمة العربية يعني إضافة لعملها على محاولة تعزيز التكامل والتوافق بين الدول العربية، كان عليها أو هي تعمل على مراعاة العمق الحضاري والثقافي للدول العربية بدول الجوار. يعني عم بحكي أنا تركيا، عم بحكي إيران، وعم بحكي الدول الأخرى التي تربطنا بها علاقات تاريخية. بالنهاية التكامل العربي لا يمكن له أن يقوم بمعاداة محيطه الإقليمي الإسلامي ومحيطه الأبعد لما في ذلك من مصلحة مشتركة للجميع. وهذا فينا نقول أنه نقطة إيجابية ببيانات القمة العربية، أنه لم تكن صدامية وبالتالي عملت على تدوير الزوايا، وهو لا شك نقطة إيجابية تحسب للذين عملوا على إخراج هذا البيان. طيب يعني أنت سيد علي تشوف أن ما يعني تجنب الحديث عن الوجود التركي بالتحديد في نص هذا البيان هو ربما شيء إيجابي، وكان مراعاة كما ذكرت أنت لتجنب التوترات أو زيادة التوترات الموجودة في علاقات الدول. لكن اسمح لي أن أسألك، يعني نحن اليوم لما نتكلم عن ليبيا نتكلم عن وجود مرتزقة، الجميع يعلم أن المرتزقة الموجودين في ليبيا هم مرتزقة موالون
يصلون لتركيا، بخلاف طبعا وجود فاغنر وجوده من عدمه، والحديث عن هذا الأمر موضوع ثاني. ولكن أيضا لما نتحدث عن تركيا فالجميع متأكد اليوم من الوجود التركي في ليبيا. برأيك كيف سيكون رد الفعل التركي بعد هذا الإعلان خلال الفترة القادمة؟ يعني لا شك انه بليبيا مثل ما كنت عم بحكي من شوي انه في تاثيرات عديده لاطراف عديده، اطراف دوليه، اطراف اقليميه، يعني حتى يعني عم نشوف هيدا النفوذ بشكل او تحول هيدا العلاقات الى علاقات حتى مع بعض الاطراف الفاعله مجتمعيا، يعني لتركيا نفوذ اقتصادي في ليبيا، وايضا لروسيا ومصر وبعض الدول العربيه ايضا نفوذ في ليبيا. كيف يمكن لنا ان نستفيد من هذا الوجود الى عامل ايجابي لمنع التوترات ولمراعاه مصلحه جميع الفاعلين الميدانيين والاقليميين؟ طبعا يجب ان تكون العلاقات الليبيه متوازنه مع كل الدول ومبنية على علاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة، وهذا طبعا موجه باتجاه تركيا وباتجاه الدول العربية أو الدول الإقليمية أو الدولية الأخرى في ليبيا. طبعا يجب أن يكون هناك يعني حوار جدي وفي إجماع لا شك على إخراج كل المقاتلين الأجانب في ليبيا، لأنه شفنا هذا أدى إلى استدامة القتال والنزاع في ليبيا، لأنه الليبيين بطبيعة الحال بحال خروج معظم المؤثرات الأجنبية من ليبيا يمكن لهم الذهاب إلى طاولة الحوار وحل المشاكل بما يمكن أن يخدم المصلحة الليبية العليا. يعني ما بقى فينا ننطر بعد هلأ بعد سنوات من القتال في ليبيا، بعد بعض المناطق الليبية ما فيها كهرباء، بينما ليبيا هي دولة منتجة للنفط وعدد سكان ليبيا عدد محدود نسبيا، بينما دول أخرى فيها 20 و30 و40 مليون مواطن فيها كهرباء 24 ساعة. بالنهاية هلأ الأولوية للتنمية وللخدمات والتعليم والنمو. نعم. طيب، المستشار في العلاقات الدولية والكاتب سيد علي يحيى من لبنان، أشكرك على كل هذه الإضافات. من الجفرة المشير خليفة حفتر يعلن أن المعركة ستكون فاصلة إذا أراد الشعب الليبي ذلك، وأن الجيش الليبي سيتحرك وفقا لإرادة الشعب، خاصة أن مسارات الحل وصلت إلى طرق مسدودة. المشير خليفة حفتر أثار نقاط هامة في خطاباته خلال جولته في الجنوب وجولته الأخيرة خاصة في الجفرة، أثار نقطة هامة أيضا حول الفشل في خروج المرتزقة، وأخلف الوقت نفسه مسؤولية الجيش من أي تصعيد قد يحدث خلال الفترة المقبلة، ما عزز تجدد المخاوف من التوترات العسكرية. يشد حفتر وبحسب تصريحاته على أيدي الشعب نحو تحديد مصيره بنفسه، ومن جهة أخرى يرجح البعض هنا أن أنقرة هي المستهدفة من هذا الخطابات، وفي مضمون الرسالة الموجهة إليها أن القاهرة هي الأقرب والأولى لليبيا منها، كما يدرج آخرون احتمالية أن تكون جولات الجنوب للمشير خليفة حفتر ضمن حملة انتخابية. إذن أكثر من طرح نناقشه مع ضيفي المحلل السياسي سيد فيصل برايقة. سيد فيصل، أهلا وسهلا بك، أشكرك على قبول هذه الدعوة لوجودك معنا اليوم في الحصاد. إذن تصريحات حفتر الأخيرة من الجفرة وقبلها تصريحات حملت رسائل متشابهة للرسائل الأخيرة، لكن من سبها كانت وإشارات بفشل المسارات السياسية المطروحة. هل سنشهد تطورات ميدانية عسكرية أم تحركات شعبية خلال الفترة المقبلة؟ سيد فيصل، هل أنت في الاستماع؟ إذن إلى حين أن يجهز معي السيد فيصل، مشاهدينا دعونا نلقي نظرة سريعة على تناول بوابة الوسط لأهم المواضيع خلال 24 ساعة الماضية. We'll be right back.
إذن من جديد مشاهدينا نستكمل النقاش حول جولة المشير في الجنوب وتحديدا زيارته لمدينة الجفرة مع ضيف السيد فيصل برايق. الآن هل أنت في الاستماع سيد فيصل؟ نعم أستاذ إيمان. طيب سيد فيصل، إذن كنت قد سألت عن احتمالية أن تكون إشارات المشير خليفة حفتر الأخيرة هي مؤشرات لتطورات يمكن أن نشهدها إن كانت ميدانية أم حتى تحركات شعبية خلال الفترة المقبلة؟ نعم مساء الخير، أحييك وأحيي قناتكم الموقرة وكذلك المتابعين. طبعا الزيارات المتكررة للقائد العام الفترة الأخيرة إلى منطقة فزان بصفة عامة هي تحمل رسائل لعدة جهات. الرسالة المهمة طبعا هي الأولى، يؤكد للعالم الخارجي بأن القوات المسلحة والألوية التابعة لها هي موجودة في منطقة فزان بأكملها من خلال قوى نظامية وعمومية، وبالتالي من الممكن أن يكون الشريك مهم في قضايا مكافحة الإرهاب بعد العمليات الخلخلة الأخيرة التي صارت وحصلت في دول الساحل والصحراء. هناك حوالي 7 انقلابات في الدول الأفريقية نجم عنها حالة سيولة سياسية وحالة سيولة أمنية، ناهيك عن أن الصحراء الليبية كانت خاضعة لفترة زمنية معينة بعد ثورات الربيع العربي إلى عملية برحالة فرنسية لقضايا مكافحة الإرهاب. إذا القائد العام يؤكد من الممكن أن يكون شريك بالأخص في قضايا مكافحة الإرهاب لقوات الأفريقكم والموجودة في الجنوب الغربي من خلال عملية الاستطلاع الجوي وعملية الترصد وعملية التجسس، يعني أصبح السماء مفتوحة في قضايا مكافحة الإرهاب. النقطة الثانية هي بيؤكد على أن الجنوب وهو في الغالب يحسب على قوة اجتماعية إلى النظام السابق، يؤكد على أن هناك حاضنة شعبية للجيش الوطني ولا يوجد لديها انتقادات لأن القوة المجتمعية، وتحدث عن القبائل، أبنائهم موجودين ضمن هذه المؤسسات العسكرية وهو يستقبل كقائد جيش، ومن هنا لا تعويل على الأصوات التي قد تكون منفردة أو نشاز قد تخرج من هنا وهناك. إذا هذه الزيارات هدفها تواصل برقة مع فزان في من خلال قوى قادمة على عملية توحيد أو تواجد للمؤسسة العسكرية. طيب سيد فيصل، من جهة أخرى هناك من قال أن جولات المشير خليفة حفتر وكلماته لأبناء القبائل والوجهاء هي ضمن حملة انتخابية، برأيك هل توافق أنت هذا الطرح؟ طبعا بالتأكيد من الممكن أن يتم الاستفادة منها بأن عملية الإنجاز لهذه القوى النظامية العمومية تعتبر كدعاية انتخابية، بأن ما تم تحديثه بعد 2014 ضمن مشروع مكافحة الإرهاب كان نجم عنا مؤسسة عسكرية بالإضافة إلى قوات مساندة يتم دمجها بين الفئة والأخرى. إذا لا بأس في عملية الدعاية الانتخابية، وهو أعرض القائد الجيش منذ ديسمبر الماضي عن رغبته في التطلع إلى خلع البذة العسكرية والوصول إلى رئاسة العكس من خلال تقديم ملف للترشح، أيضا انخراطه في عمليات شرح الوضع السياسي وبأن قد يصل الناس إلى مرحلة معينة أن يخرجوا على هذه الأجسام السياسية. وأنا هنا أتحدث من الممكن أن توجه هذه الرسائل إلى القوى السياسية أو الأجسام السياسية الموجودة في العاصمة طرابلس، توجد في مركز الثقل السياسي وفي مركز الثقل المالي، وبالتالي هو يؤكد بأنه قادرين كجيش على الالتحام معهم حال أن تحركوا ضد هذه الأجسام التي
التعاقد في الأرض فسادا. طيب أيضا هناك من يعتقد أن هناك رسائل ضمنتها هذه الكلمات بمحاولة نفي احتمالية أي تفاوض مع أنقرة أو تركيا خلال الفترة المقبلة وإمكانيات التقارب معها، بالتالي طمأنت الجانب المصري من هذه الناحية. طبعا من الممكن أن تحضر هذه الكلمات، ولكن نلاحظ بأن القيادة العامة من خلال ملفها السياسي هي دائما لديها مناورات وتتواصل من خلال الملف السياسي بحيث يفتح لها الأفاق على كافة الأطراف، وهنا ونحن هنا نقولها كآسفين المتدخلة في الشأن الليبي، ومحاولة الحد من التدخلات السلبية وحثهم على أن يكون هذا التدخل إيجابي وأن تكون مصالحهم محفوظة، لكن دون أن يمس هذا بقرار السياسي وأن يشجعوا على عملية الانتخابات، وبأن قد نكون ضامنين لمصالحهم ضمن المصالح المشتركة وأن تكون ضمن قرار سياسي ليبي ولا أن تكون ضمن سياسة الإملاءات. عملية المناورة بأن نفتح هنا ونفتح هنا والترويح بها هذا جزء من العمل السياسي، وبالتالي لا يمكن إخفاله، وبالتالي أتصور بأنه هو عمل ناجح لعملية الضغط على كافة الأطراف. طيب أيضا تحدث المشير خليفة حفتر عن فشل الجهود الخارجية دعنا نقول في إخراج المرتزقة من ليبيا، وقال أن الجيش غير مسؤول عن أي تصعيد في هذه الناحية، بالتالي هل هذا يخدنا ليمكن احتمالية أن يكون هناك أي عمليات عسكرية لإخراج المرتزقة من ليبيا؟ أتصور بأن القائد العام تحدث الحقيقة في عملية خروج المرتزقة، وكانت دائما ضمن ملتقيات برلين واحد واثنين وضمن اللقاءات الخمسة وتوحيد المؤسسة العسكرية، الحقيقة فشلت فيها الأمم المتحدة على الأرض الموجودة في الغرب الليبي، هي تكاد أن تكون ما بين ثلاث قوى أو أربع قوى، يعني خارج سيطرة الخمسة المحسوبين على الجيش الغرب الليبي، وبالتالي فشل عملية التوحيد لأن هذا أمر صعب يحتاج إلى قرار سياسي يتم دمج القوى العسكرية المنظمة حسب التراتبية وحسب الأولويات. خروج المرتزقة هو الأصعب، لا يمكن خروج المرتزقة إلا بوجود إرادة سياسية من خلال رئيس أو مجلس رئاسي أو حكومة تكون قد عزمت على إخراجهم ولو بالتدريج. أتصور بهذا هي الرسالة وبأن هذا هو الواقع. طيب سيد فيصل بوريق المحلل السياسي، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضافات. الآن مشاهدينا هذه جولة مع صحيفة الوسط في عددها لهذا الأسبوع الذي نقل لكم حيثيات القمة العربية في الجزائر وأيضا آخر تطورات الأزمة الليبية وغيرها الكثير من الأخبار، نتابع. أسبوع جديد حافل بالأحداث والمفاجآت، كانت صحيفة الوسط كالعادة تترصد أهم ما جاء فيه من أخبار تهم القراء، ففي عددها 363 كتبت في صفحتها الأولى بالبنت العريضة الأزمة الليبية على صفيح التسخين، والنقد الدولي يرسم صورة متفائلة للاقتصاد الليبي ويتوقع نمواً 17.9% سنة 2023، وحديث عن سنوات العذاب في الملك القذافي الذي لم يكتمل، تقرؤون أكثر تفاصيل عن الموضوع في الصفحة 13، كما استأثر ركن متابعات بعناوين جدلية منها القمة العربية تكشف تباين المواقف بشأن ليبيا، وبشاغة يريد انتخابات تحت حكومة موحدة، ودبيبة نحن أساس آخر مرحلة انتقالية. لننتقل وإياكم إلى المحليات، حيث تتشعب أزمة الكهرباء وسط تأهب لمواجهة الأسوأ في محطة كهرباء غرب طرابلس، وتساؤلات حول هل يتفق الليبيون على تفعيل نظام المحافظات، تجدون الإجابة في الصفحة الرابعة، كما تقرؤون في الصفحة الموالية مصري يروي وقائع صادمة للوسط التي عنونت المقال بمن مطروح وصبرات وإيطاليا كيف واجه شاب ورفاقه شبح الموت، وماذا عن المقبرة الجماعية الجديدة في ترهونة؟ عربياً ودولياً تتصفحون متابعي صحيفة الوسط تصدير الحبوب الأوكرانية بين الابتزاز الروسي والقلق الدولي، وهل يدخل لبنان نفق الفراغ السياسي المؤقت؟ أم متاهة سياسية ممتدة؟
ولمحبي الأرقام والاقتصاد لكم معنا جولة قصيرة في أهم المواضيع ذات الصلة. وتجدون أفريكان إنرجي تسلط الضوء على تهريب النفط الليبي، و35% زيادة في أسعار الخبز، واتفاقات ليبية مع إيني وبي بي لإنتاج الغاز المتوسط، وغيرها من الأخبار. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين مواصلة الكاتب سالم الكبتي لآرائه حول التنظيمات السياسية في ليبيا من 1952 إلى 1969 في جزئها العاشر. ومن الثقافة إلى الفن تقرؤون يوسف الكردي يكشف تفاصيل فيلم القذافي الذي لم يكتمل، ومحمد محسن يكشف كواليس غنائه باللهجة الليبية في ضي القمر. كما نأخذكم في جولة مع ملاعب الوسط وتتابعون في الدور الليبي الممتاز 4 فرق تتقاسم الصدارة، وديربي مصراتة يطيح البلجيكي إيميل، والكونفدرالية فوز الأهلي طرابلس وخسارة النصر والأخضر، وبوزريبا يتألق في إفريقيا رفع الأثقال. قراءة شيقة للجميع. في الختام مشاهدينا زوروا موقعنا الوسط.ly وأيضا صفحتنا على الفيسبوك بوابة الوسط. شكرا لكم وإلى اللقاء.